اليوم عندما يتحدث المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة عن أن إسرائيل استعدت المجتمع الدولي، وكان ذلك واضحا حتى من عملية تمزيق الميثاق الأممي من قبل الممثل الإسرائيلي في الجمعية العمومية قبل أيام، وكذلك من خلال رفض قرارات الأمم المتحدة، هذا الاستعداء واستعداء كل المواقف التي تذهب إلى حل الدولتين أو إلى مناصرة فلسطين، كيف سيؤثر على العلاقات الدولية، وإلى متى يبقى المجتمع الدولي يغض الطرف عن ذلك الاستعداء الذي تقوم به إسرائيل؟ من وراءها؟ ما هي القوة التي تملكها إسرائيل لكي تبقى بهذه القوة؟ حتى أمريكا لا يمكن أن تقوم بهذه القوة أمام العالم في أي موقف دولي. يعني المنظر المؤسف الذي قام به مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان من قيامه بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة، ودليل قاطع على أن إسرائيل دولة لا تحترم المجتمع الدولي ولا تعبأ بالتحركات التي تدفع في اتجاه تهدئة الأجواء في المنطقة. وحتى يعني نرى أن هذه المواقف سيكون لها انعكاسات كبيرة وخطيرة على إسرائيل في المستقبل، لأن هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في تصفية القضية الفلسطينية، ولكنها ستقوم بإراقة المزيد من الدماء من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. ولكن على المستوى السياسي أرى أن إسرائيل قد دخلت في خندق العزلة الدولية وأصبحت دولة منبوذة من المجتمع الدولي، وهذا ما شاهدناه من التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكثر من 143 دولة يمثلوا 3/4 الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا الموقف الأوروبي الذي بدأ يخرج من العباءة الأمريكية ويصدح صوت أوروبا بشكل قوي ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال أن هناك أكثر من 12 دولة أوروبية وافقت على هذا التصويت الأخير كانعكاس حقيقي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وحق الفلسطينيين في الحصول على عضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على اعتبار أيضا أنه العام الماضي لأول مرة في تاريخ فلسطين يتم الاحتفال داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بيوم النكبة مرور 75 عام على النكبة الأولى التي حدثت في عام 1948 كتغير نوعي داخل أروقة الأمم المتحدة. وهذا ينعكس بشكل كبير على أن هناك موقف سياسي، ولكن الموقف السياسي يعني يختلف تماما مع ما يحاك من دولة الاحتلال الإسرائيلي على واقع الأرض، لأن العمل العسكري لا يتم وقفه إلا بإرادة سياسية قوية. العمل العسكري ووقف إسرائيل عن حرب الإبادة الجماعية لابد أن يكون هناك قرارات، ويتبع هذه القرارات آليات تنفيذية تكون دافعة، وبالتالي لابد من صدور قرار من مجلس الأمن يعني وفقا للبند السابع من الميثاق الأمم المتحدة، والذي سيكون ويمثل ضغطا. هل تتوقع أنه بالإمكان إصدار ذلك القرار دكتور حامد، خصوصا أن الرئيس الأمريكي اليوم جو بايدن عندما يتحدث في آخر تصريح له يقول إن ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية، ويشير إلى أن واشنطن تدعم إسرائيل في مسعاها للقضاء على حماس، وفي هذه الصورة يعكس صورة أخرى لكي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام. كيف يمكن أن يتسق هذا الموضوع؟ أنت تمد السلاح للقاتل باستمرار قتله، وكذلك أنت لا ترى حجم الإبادة الجماعية التي تجري في غزة الآن. هذا التخبط في التصريحات، كيف تريد حل دولتين ولا تريد إيقاف الحرب؟ ليس هناك تخبط، ولكن هذه هناك بعض التصريحات التي تخرج من الإدارة الأمريكية ويخرج نقضها في نفس الوقت في إدارة لعبة الأدوار التي تلعبها دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء لتهدئة الرأي العام الدولي أو الداخل الأمريكي. هذه هي المعادلة في النظام الأمريكي بشكل واضح لكيفية تحقيق مصالح الإدارة الأمريكية التي تضررت بشكل كبير لوقوفها في خندق واحد وحائط
الصد في الدفاع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لابد أن يكون هناك تغير حقيقي في موقف الإدارة الأمريكية التي في ظني وتقدير أصبحت هي المسؤولة المسؤولية الكبرى. ولا أقول أنها لا ترى إلا بعين الأعور، ولكنها لا ترى إلا مصالحها حتى ولو على حساب شعوب ضعيفة ومهمشة ولا الحق في أن تعيش عيشة كريمة وعيشة طبيعية مثلها مثل أي دولة. لماذا تعترض الولايات المتحدة الأمريكية على تنفيذ مبدأ حل الدولتين ولا تسعى إلى تنفيذه على مدار عقود وعقود؟ لأن ذلك يحقق الرغبات الأمريكية الواضحة في إبقاء إسرائيل هي القوة العظمى في المنطقة، واستغلال القضية الفلسطينية لتحقيق مصالحها بشكل عام، سواء هذه الإدارة أو الإدارة السابقة إدارة ترامب التي اتخذت الكثير من القرارات وانعكست بشكل كبير على رغبتها في تصفية القضية الفلسطينية، سواء بالاعتراف بأن القدس هي عاصمة أبدية لإسرائيل أو بنقل السفارة وغيرها من الإجراءات. وبالتالي في كل الأحوال أرى أن الإدارة الأمريكية تتعامل يعني بما يتوافق مع الرغبات الإسرائيلية وتقديم الحماية القاطعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. من يقول أن نتنياهو ليس مجرم حرب، يعني هذا لا يتسق ولا يتفق مع الواقع. على الرئيس بايدن أن يشاهد وبشكل كبير ما يتم ارتكابه من جرائم. تحدث عن مجازر لم يتحدث عنها حتى الإسرائيليين، يعني هذه من المهازل التي يراها بعض المراقبين، رأوا أنها مهزلة عندما تحدث عن إحراق ناس بالجازولين وهم مكبلين وما إلى ذلك. هذه لم نسمعها، سمعنا بقصص الاغتصاب، سمعنا بقصص قطع الرؤوس كما جاء في كثير، وحتى الإعلام الإسرائيلي نفى ذلك في حينها. تحدث اليوم عن حرق سيدة مكبلة وما إلى ذلك. إذن كيف أنا أنتظر موقف من هذا الرئيس أكبر دولة في العالم، الدولة التي ترعى الديمقراطيات، أم الديمقراطيات كما تسمى، ولها نفوذ في كل العالم، في ظل غياب حقيقي للأطراف المضادة لأمريكا أو التي تريد أن تكون أقطاب أخرى كروسيا والصين وغيرها من الدول التي يجب أن يكون لها دور أكبر في هذا الوجود وفي هذا الصراع؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية تفتقد الرؤية الثاقبة لكيفية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص في يعني الأراضي الفلسطينية، باعتبار أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية شاهدنا حجم الانعكاس الخطير والارتدادات الكبيرة التي نتيجة امتداد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية ومحاولة توسعة رقعة الصراع، وهذا ظهر بشكل كبير من اتساع رقعة الصراع في الكثير من النقاط الملتهبة، وأصبحت هذه النقاط أكثر التهابا وأكثر يعني استعداد لتوسيع رقعة الصراع، بل وكسر قواعد الاشتباك كما نشاهد الآن من حجم التصعيد بين شمال إسرائيل وجنوب اللبناني، ومن الممكن أن يدفع في اتجاه حرب شاملة. وهذا ما صرح به يعني الوزراء المتطرفين في حكومة الحرب في إسرائيل من أنه من الممكن أن يقدموا على عملية برية في جنوب لبنان ويسعوا إلى إقامة منطقة أمنية، وهذا ما نحذر منه دائما، بالإضافة إلى التصعيد في البحر الأحمر، وأيضا هذا سيدفع إلى التصعيد في الكثير من النقاط، البحر الأبيض المتوسط وأيضا المحيط الهندي، لأن هذا سيكون له انعكاسات خطيرة على المنطقة في ظل أننا نشهد حالة من عدم الاستقرار. المسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة ليست إسرائيل، ولكن إسرائيل تريد وبشكل قاطع هذه الحكومة المتطرفة تحقيق مصالحها الشخصية على حساب كل شعوب المنطقة، وبدافع وبداعم أمريكي قوي. وبالتالي أرى أننا لابد أن يتم تغيير التعامل مع القضية الفلسطينية بما يتوافق مع البحث عن بدائل. هذه البدائل في ظني وتقديري تتمثل في ضرورة الاعتراف الفردي من الكثير من الدول بالدولة الفلسطينية، وهذا الكثير من الدول تنتهجه، وهذا ما أكدت عليه القيادة السياسية المصرية والرئيس المصري الذي قال طالما هناك انسداد في الأفق السياسي بين الدولتين لابد من البحث عن بدائل، ومن أهم هذه البدائل الاعتراف بدولة فلسطينية، وهذا سينعكس بشكل كبير لأنه سيمثل ضغطا كبيرا على الإدارة الأمريكية وعلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.